كل سنة وحضراتكم طيبين. محتاجين كده ان احنا وده نشتغل عليه طول الوقت، نتعلم كده وننفذ كده حاجات كتيرة عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة ذكرى مولد النبي الكريم خير خلق الله، نبي الرحمة والمحبة، الصادق الأمين، صاحب الخلق القرآني، صفات السمحة. يعني اليوم ده احنا مش بنفتكر سيدنا الرسول، لا، اليوم ده سيدنا الرسول بيفكرنا ازاي ناخد منه وننفذ حاجات كتيرة قوي مع بعض في المعاملة ما بيننا وما بين بعض. النهاردة هنتكلم عن الأعمال الدرامية الدينية، إنها لغاية دلوقتي مجموعة من الأفلام اتقدمت في فترة ورا بعض، يعني مجموعة من السنوات أواخر الخمسينات وبداية الستينيات وبداية السبعينيات، وبعد كده خلاص، يعني وكأنه كده مش مفروض أو ما حدش بيفكر في طرح مرة تانية للأعمال الدينية تاخد زاوية كده حتى ولو بسيطة نتعلم منها إحنا كبشر صفات جميلة عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم في ده النهاردة، لكن خليني أقول لحضراتكم النهاردة سيادة الرئيس شارك في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص واللي تم عقدها وما زالت بتعقد في أثينا، دي القمة التاسعة اللي بتنعقد بشكل دوري من 2014. تم فيها توقيع اتفاقيتين للربط الكهربائي مع قبرص واليونان. سيادة الرئيس النهارده قال ان اتفاقيه الربط الكهربائي هتقربنا من الربط مستقبلا مع بقيه ارجاء القاره الاوروبيه. وقال كمان النهارده في تصريحاته في المؤتمر الصحفي بندعم ايجاد حل شامل وعادل للقضيه القبرصيه. رئيس الوزراء اليوناني النهارده صرح وقال في المؤتمر الصحفي: مصر تستطيع القيام بدور محوري في ملف أمن الطاقة.